رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد حذرت من تعرض العالم لأزمة ثلاثية تتمثل بتراجع المداخيل، تضرر البيئة وحدوث اضطراب اجتماعي، داعية إلى تطبيق خطة طويلة المدى. لاغارد أيدت في إطار قمة الأرض في ريو دي جانيرو فرض ضرائب على السيارات المستهلكة لكميات كبيرة من الوقود، وقد عارضت مطالبة الأغنياء بزيادة مداخيلهم، لكن وضع لاغارد المالي أثار بلبلة لأنها لا تدفع ضريبة على دخلها السنوي الذي يتجاوز 400 ألف دولار.